GFX Academy. الفيديو ده عايز انوه على شويه حاجات مهمه جدا وشويه تكتيكات في الشغل هتريحك جدا جدا وانت بتحرك وانت بتعمل الانيميشن بتاعك. يبقى انا مثلا عايز ابدا اشتغل شويه في فرماندي، اوكي، عايز اعمل نيو سيمبل مثلا، وعايز اعرف ايه قوه عناصر السيمبلز اللي هو الجرافيكس. احنا عرفنا ان السيمبل ثلاثه، يعني لو جيت هنا نيو سيمبل عندي موفي كليب وعندي البوتون وعندي الجرافيك. الموفي كليب طبعا عرفنا ان هو مجرد ان هو بيعمل لي حفظ لعنصر معين، جميل، طبعا بيعدل لي مساحته بتصغر شويه بحيث ان انا استخدمه كذا مره في الستيج بتاعي او في العمل بتاعي يبقى هو نفس السيمبل. طبعا نفس السيمبل ده لو جيت عملت عليه ايديت من جوه بالنسبه للموفي كليب ابتدي يعدل على كل مكان فيه، يعني لو حاطط السيمبل ثلاث مرات في الستيج بعدل على واحد ابص الاقيه كله اتعدل لان هو كله نسخه واحده. بالنسبه للجرافيك فده ليه طريقه معينه كده حلوه قوي قوي. عايز استخدم الجرافيك، تعال نشوف، تروح جاي عامل كنسل، نروح جاي يين مثلا، انا هاخد الفريمات دي، كويس، روح جاي كليك يمين قول له كوبي فريمز واقول له فوق بقى اعمل لي واحد جديد خالص نيو سيمبل وخليه لي جرافيك. تعال نشوف ايه الموضوع ده. يبقى هكتب ده اسمه جيرل اني انيميشن يعني، واقول له كمان حطه لا فين حطه لي في اللايبر روت. لو انا مثلا عايز اعمل فولدر جديد بقول له ده الجرافيك سيمبل، بقول له سيلكت، حط لي في الجرافيك سيمبلز اوكي. بروح على اللايبرري بتاعتي بلاقي في فولدر اسمه جرافيك سيمبلز و اتحط لي في الجيرل انيميشن. انا دلوقتي جوه الجيرل انيميشن اللي لسه عامله، واروح جاي على اول فريم اضغط عليه ضغطه بكليك شمال وبعد كليك يمين واقول له بيست فريمز. جميل، يبقى انا عندي دلوقتي الانيميشن ده انا حفظته كانه جرافيك. تعال بقى نشوف قوه الحته دي في الاداره بتاعت بتاعتي للمشروع بتاعي. تعال هنا نعمل انسيرت بلانك كي فريم واجي عند عشان طبعا استقبل عنصر، وخليني هنا مثلا اقول حط لي ده هنا. جميل، ده من نوع ايه؟ اما بروح كده الاقي جرافيك. تمام، طيب شايف انت هنا في لوب وفي بلاي وانز وفي سنجل فريم وفي عدد الفريمات اللي يبدا منها. يعني ايه؟ تعال بص نشوف كده معايا. لو انا جيت هو ده كان فريم من جوه، كان فريم 15 فريم، جميل، وقلت له ابدا لي من فريم 7 8 مثلا، بص بدل منين راح على فريم 8 وهيبدا هو من نفسه. تمام، يبدا يشتغل من فريم 8 وبعدين يبدا يعيد نفسه اهو، بادئ من فريم 8. يبقى هو هنا لو احنا جينا لفريم 8 هو واقف عليها اصلا اهي. تمام، ده بينفعني قوي في الحاجات اللوبس، يعني مثلا واحد مثلا بيسوق عجله بديها العجله، لو واحد بيسوق عجله بتبص تلاقي حلو قوي الموضوع ده، بتلاقي انت عملت رجل واحده، رسمت رجل واحده كنت شفتها في توتوريال اجنبي في ليندا في اسطوانات تعليم ليندا الفلاش. تمام، هتلاقي عاملين كده حاجه ولد او بنت ركبت عجله وعمل لها رجل واحده وبعدين خدوها جرافيك وبعدين راحوا عاملينها بالشكل ده، قالوا ابدا ب من فريم كذا وبعدين عملوا لها نسخ بالشكل ده، جميل، بحيث ان هو يبقى هي عنصر واحد، الرجل معموله مش معموله مرتين، لا هي مره واحده بس بدا من فريم غير الفريم. تمام، يبقى ده حاجه مهمه جدا في الجرافيك.
لوب بلاي وانس، ممكن اقول لك اشتغلي مره واحده ما تعملش لوب، هوب وراح واقف. او سنجل فريم، تعال نشوف ايه سنجل فريم، وقفه على الفريم بتاع رقم 8 اللي احنا قايلين عليه. يبقى ممكن من عنصر واحد ممكن اعمل حاجات كتير جدا، ممكن ابدا من اي فريم جواه، ممكن اوقفه عند فريم معين، حركه معينه، بحيث ان انا ما اعيدش الشغل او ما اعملش شغل كتير. دي كانت حاجه مهمه وحاجه جميله جدا جدا في عناصر الجرافيكس. ممكن اسيبها هنا عشان انت برضو تبقى باص عليها، وهتلاقي الملف ده في ملفات العمل بتاعت الدرس. ده كان بالنسبه للموديفاي بتاع عناصر الجرافيك. طبعا العنصر الاخير اللي هو السيمبل اللي احنا كنا قلناه، اللي هو نيو سيمبل، قلنا البوتن، وده هيكون محور تركيزنا في الشابتر الجاي. هيكون ازاي تقدر تعمل بوتونز بكل الطرق بطريقه سهله وبسيطه، بحيث ان انت تقدر تعمل كاستمايز لبوتونز او تكريت بوتونز من اول وجديد او خليها مفاجاه. نشوف كده الشابتر الجاي بيقول ايه معانا. اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.